الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والامين المصطفى، وعلى صحابته الكرام وال بيته العظام المستكملين الشرف. وبعد، ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ما زلنا مع أحاديث العقائد، نأتي كل أحاديث العقائد أهل البدعة والضلالة الذين يقدمون العقل على النقل، يقولون لا ندفع هذا الحديث لأنه متناقض أو العقل لم يقبله. الحديث اليوم حديث قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تفضلوني على يونس بن متى، لا تفضلوني على يونس بن متى. في رواية قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى، هذا حديث قدسي: ما ينبغي لعبد لي أن يقول أنا خير من يونس بن متى، لا ينبغي لعبد لي أن يقول أنا خير من يونس بن متى. وأيضا في رواية جاءت على النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا ينبغي لأحد أو لعبد أن يقول إني يعني يخيرني عن يونس ابن متى، ليس لعبد أن يقول أنا خير من يونس ابن متى. وفي رواية في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تخيروا بين الأنبياء. وفي رواية قال: لا تفضلوا بين الأنبياء. إذا الروايات الثلاث الأول كانت عن يونس عليه السلام، والعلة في ذلك والحكمة أن الله ذكر يونس بأنه لم يكن له صبر أولي العزم من الرسل، مع أن يونس أفضل من البشر أجمعين، الأنبياء هم أفضل البشر على الإطلاق. قال الله تعالى: وذنوني إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه، فنادى في الظلمات لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فاستجبنا له فنجيناه من الغم، وكذلك ننجي المؤمنين. فالله جل وعلا كافأه أيضا بأن آمن كل قرية يونس عليه السلام. فهو هذه الحكمة لما الأحاديث توالت على التصريح بيونس، وجاءت أيضا على الكلام على الأنبياء قاطبة قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: لا تخيروا بين الأنبياء، وهذا أيضا فيها إشكال سنبينه، لا تفاضلوا بين الأنبياء، هذا قول من؟ وقال النبي صلى الله عليه وسلم أيضا نقلا عن ربه جل في علاه القرآن، قال: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. وهنا هو يقول لا تفاضلوا بين الأنبياء، أولا إن لم نعلم أي شيء لابد أن نظهر عبوديتنا لله، كيف التسليم التام، كل من عند ربنا، لا مخالفة ولا مناقضة، نسكت ونسكن نسلا، فنقول ما قاله النبي حق وما قاله الله حق ونسكت على ذلك، لكننا سنبين الجمع، هذا الغرض المقصود. فقالوا: طب أنتم قلتم بذلك عندكم ما يضاد هذا. الآية: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. والحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا سيد ولد آدم ولا فخر، قال أنا سيد ولد آدم ولا فخر. وأنتم الآن تقولون أنه قال لا تفضلوني على يونس ابن متى، قال أنا سيد ولد آدم ولا فخر. فالصحيح ذلك نقرر المسألة: أولا تفضيل الأنبياء ثابت، تفضيل بين الأنبياء ثابت، وأفضل الأنبياء على الإطلاق هم أولو العزم من الرسل الخمس: نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم. قال الله جل في علاه: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات. وقال الله جل وعلا: ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان وبين غفورا، وربكم أعلم بكم إن يشاء يرحمكم وإن يشاء يعذبكم وما أرسلناك عليهم وكيلا، وربك أعلم بمن في السماوات والأرض، ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض وآتينا داود زبورا. فالتفضيل ثابت. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا سيد ولد آدم ولا فخر، ففضل نفسه على جميع الأنبياء، فهذا أيضا ثابت. وثبوت تفضيل النبي صلى الله عليه وسلم كما سنبين ترتيب الأنبياء الخمس الأوائل أو الخمس أولو العزم من الرسل: إبراهيم ثم نوح ثم موسى ثم عيسى ثم محمد صلى الله عليه وسلم. التعظيم سيد الأولين والآخرين هو محمد صلى الله عليه وسلم، هو سيد الأنبياء، والأدلة على ذلك كثيرة.
قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا سيد ولد آدم، وهذا فيه دلالة على أن كل ولد آدم النبي صلى الله عليه وسلم له السيادة عليه، والدلالة على ذلك بالفعل وبالقول. أما بالفعل فقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم إماما بجميع الأنبياء كما في الإسراء والمعراج. الإسراء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أحيا الله له الأنبياء فصلوا خلفه فصلى بهم إماما، فنبينا صلى الله عليه وسلم كان إماما لهم. وبالقول في الكتاب قال الله جل وعلا وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما أتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولا تنصرن قال أقررتم وأخذتم على داركم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا أنا معكم من الشهدين، فأمرهم باتباع النبي صلى الله عليه وسلم وأمرهم أن ينضوا تحت لواء النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم ولواء الحمد بيدي أنا سيد ولد آدم ولا فخر. أيضا في الحديث الصريح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فضلت على الأنبياء بست، وذكر منها وكان النبي يبعث لأمته خاصة وبعثت إلى الأمم أو إلى الناس كافة كما قال الله جل وعلا إن أرسلناك كافة للناس بشيرا ونذيرا. وأيضا من تفضيل الله للنبي صلى الله عليه وسلم أن الكل يسكت يوم القيامة، والمتكلم الوحيد هو النبي صلى الله عليه وسلم، عندما يذهبون يستشفعون ويتوسلون بآدم بموسى بعيسى بنوح بإبراهيم والكل يقول نفسي نفسي اذهبوا لفلان، حتى يقول محمد صلى الله عليه وسلم أمتي أمتي بأبي هو أمي، وفي رواية يقول أنا لها أنا لها، فيذهب فيسجد تحت العرش فيعلم الله محامد فيحمده بها يوم القيامة ما تعلمها إلا في هذا الوقت حين سجد، ثم يقال يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع بأبي هو وأمه. فالسيادة واردة وثابتة للنبي صلى الله عليه وسلم، والتفضيل بين الأنبياء ثابت. فيبقى إذن نقول ورود الثبوت المثبت غير المنهي، هذا له دائرة وهذا له دائرة. أولا عموما سيد الخلق هو النبي صلى الله عليه وسلم، وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تفضلوا بين الأنبياء ولا تفضلوا بين الأنبياء كانت بسبب أن رجلا من اليهود أقسم قال لا ورب موسى، وكان المسلم قد أقسم قال لا ورب محمد، فطبعا اليهودي كان قد فضل موسى على محمد فصفعه المسلم على وجهه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تفضلوا بين الأنبياء. لا تفضلوا بين الأنبياء، فالعلماء قالوا قال لا تفضلوا بين الأنبياء، وقال لا تفضلوني على يونس بن متى لها توجيهات، معناه قال أنا أفضل الأنبياء لأنه قال أنا سيد ولد آدم ولا فخر. فإذا إما أن نقول كل من عند ربنا آمنا به، وإما أن نقول بالتوجيه، والتوجيه هو الأصح لأن ظاهر الآية والحديث ظاهرهما إيش التعارض، فنقول لا تعارض، النبي صلى الله عليه وسلم هو سيد ولد آدم ولا فخر، والله جل وعلا قد فضل بين الأنبياء وذكر الخمسة سورة الأنبياء أولو العزم من الرسل هم أفضل الرسل على الإطلاق. فيبقى إذن النهي لا تفضلوا بين الأنبياء، والنهي لا يقول عبد إني خير من يونس ابن متى لها توجيه. إيش التوجيه؟ العلماء قالوا التوجيه فيه توجيهات ثلاثة. التوجيه الأول هو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تخيروني عن يونس ابن متى، وقال لا تفضلوا بين الأنبياء يعني لا تفضلوني على موسى، هذا قبل أن يوحى إليه بأنه أفضل الخلق أجمعين. هذا وهذا التوجيه الذي وجهه النووي، أفضل الخلق أجمعين لم يوحى إليه بهذا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يعلم أنه سيد الخلق قال لا تفضلوني عن يونس، الله أعلم بمن الأفضل عندي، هو نبي وأنا نبي، هو صابر وصبر على قومه وآمن قومه بين يديه، وموسى أيضا كذلك، فقال لا تفضلوني عليه. لما أوحى الله إليه أنك أنت المقدر وأنت سيد الأولين والآخرين، والله ما أقسم بعمر أحد ولا بحياة أحد إلا بحياة النبي صلى الله عليه وسلم، علم ذلك فأخبر، فقال أنا سيد ولد آدم ولا فخر. ولما أخبر حتى لا يقع في صدور المرجفين المنافقين أن هذا من باب الكبر والخيلاء قال ولا فخر، قال ولا أنا أخبر فقط ما أوحى الله إلي به أنني مقدم على الأنبياء. هذا التوجيه الأول. التوجيه الثاني قال العلماء والمعنى لا تخيروني عن يونس أو لا تفاضلوا بين الأنبياء بتفضيل يجعل السامع يزدري المفضول ويقدم الفاضل، فيكون لازم التفضيل هنا الازدراء وعدم معرفة مكانة الأنبياء هذا وهذا من أوجه التوجيهات، هو قال لا تفاضلوا بين الأنبياء، لا تخيروني بين يونس ابن أنا ويونس ابن متى، يعني لا تخيروني على يونس ابن متى مع أني سيد ولد آدم، حتى لا يزدري الناس يونس ابن متى ولا تفضلوني على موسى أيضا حتى لا يزدري الناس السفهاء، طبعا حتى لا يزدري الناس موسى ابن عمران. لذلك انت ترى حتى بعض الأغبياء البلهم السفهاء لما تجرأ الرعاع السفلة
على عرض نبينا قام رجل فسب عيسى من المسلمين عشان يسب النصارى اللي هم سبوا النبي. غبي كفر في وقتها، غبي من البلاهة بمكان. فهو لذلك السلام يبين حق الأنبياء عظيم. كذبت قوم نوح المرسلين، لا يستقيم إيمان عبد حتى يؤمن بكل الأنبياء وحتى يصلي على كل الأنبياء ويسلم على كل الأنبياء، لهم الاحترام والتوقير والتبجيه. لذلك قال علماء هنا التوجيه الثاني، لا تفضلوني على يونس ابن متى، يعني تفضيل يجعل السامع يزدري يونس ابن متى. التوجيه الثالث أن السلام قال ذلك تواضعا، كأنهم يقول أنا أقر وأنتم تقرون بأني خير البشر، وأتواضع أيضا وأقول لا تفضلون على يونس. وطبعا شبهه ذلك بقول أبي بكر عندما اعتلى المنبر ليخطب الناس، أول خطوة لخليفة رسول الله، فقال وليت عليكم ولست بخيركم، والإجماع أنه خيره، صح ولا لا؟ هل الإجماع أنه خيره؟ يبقى التوجيه ولست بخيركم تواضعا، فقال سلم ذلك تواضعا. وهذا التوجيه وإن كان فيه وجاهة لكن أوجه التوجيهات هو الوسط. التوجيه الثاني هو الصحيح، المنع من التفضيل هنا، المنع من التفضيل الذي يصل به المرء إلى أن يزدري رسل الله. هذه بالنسبة لهذه المسألة. المسألة الثانية أو الحديث الثاني الذي نقف عنده ونختم به هو قول النبي صلى الله عليه وسلم وأنا خاتم النبيين لا نبي بعده. وفي الحديث طبعا سيرسون كذابا، يعني يكذبون على رسول الله من الدجالين، قال ولا نبي بعده، قال ولا يدعون قاتلون يدعون النبوة ولا نبي بعد. اسمعوا وعوا وافهموا ويستقر في قلوبكم لا نبي بعد النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا هذه استقرار بأنه لا نبوة بعد نبوة محمد صلى الله عليه وسلم. قالوا عندنا هنا عندنا دليلان يعارضان. قلنا هما الدليلان المعارضان. قالوا الدليل الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ينزل ابن مريم حكما عدلا مقسطا ينشر العدل فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ولا يقبل إلا الإسلام. قالوا هنا الآن هو نبي بعد، لأن عيسى بالإجماع أنه نبي رسول فهو نبي بعد. قالوا هذا الحديث الثاني. واستدلوا أيضا بقول عائشة رضي الله عنها وأرضاها أنها كانت تقول قولوا رسول الله خاتم الأنبياء ولا تقولوا لا نبي بعده. نقل عن عائشة أنها قالت قولوا خاتم الأنبياء ولا تقولوا لا نبي بعده لنزول عيسى عليه السلام، مفهوم؟ ولا تقول لا نبي بعد. قالوا هذا أيضا يعارض قول السلام لا نبي بعد، عائشة قالت ذلك. قلنا والله يعني خاب وخسر من يعارض قول عائشة بقول النبي صلى الله عليه وسلم. أما بالنسبة للمسألة فالنبي صلى الله عليه وسلم هو خاتم الأنبياء وهو آخر الرسل، قد قال الله جل في علاه وخاتم النبيين، هذا قول فصل في كتاب الله جل في علاه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ولا نبي بعد، ثلاثون دجالون كذابون يدعون النبوة، قال ولا نبي بعد وأنا نبي بعد وأنا خاتم النبيين، قال ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. إذن المحكم عندنا أنه خاتم الأنبياء وأنه لا نبي بعده. ثم نأتي إلى الحديث، قال ينزل عيسى بن مريم، قال ونزل عيسى ونبي، فقد أتى بعده النبي، فكيف يقول النبي بعده وقد أتى عيسى بعد النبي صلى الله عليه وسلم؟ رفع الإشكال هذا بتوجيهين. التوجيه الأول هو أن عيسى ليس بعد النبي، لا لا بعدية هنا، عيسى قبل النبي، عيسى مقدم، عيسى كان قبل النبي صلى الله عليه وسلم. إذن لا يقال بأن عيسى بعد النبي لأن عيسى قبل النبي ورفعه الله جل في علاه إليه. طب ينزل بعد النبي صلى الله عليه وسلم؟ نعم، لأن الله جعله علامة على قيام الساعة وجعله شرطا من شروط من أشراط الساعة في قراءة وإنه لعلم للساعة فلا تمترن بها، قال وإنه لعلم للساعة في قراءة أخرى وإنه لعلم للساعة، علم يعني شرط، علم يعني شرط من أشراط الساعة، مفهوم؟ فالقراءة الثانية هي وإنه لعلم للساعة، فالله جل وعلا جعل عيسى عليه السلام من علامات الساعة من أشراط الساعة. والدلالة الواضحة على أنه ليس بعد النبي صلى الله عليه وسلم بل هو مقدم على النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما أتى ولا نسخ شرع النبي صلى الله عليه وسلم بل أتى ليحكم بشرع رسول الله. وأوكد من ذلك أنه حين نزوله تقام الصلاة وتصطف الصفوف ويستدير المهدي ليصلي فينظر فيعرف عيسى بوصف عليه السلام فيتأخر ويقدمه للصلاة فيقول عيسى لا لا، فصلى عيسى الرسول من أولي العزم تابعا ليثبت للبشرية جماعة بأنه إيش تابع للرسول، فقال لا إمامكم منكم تكرمة الله لهذه الأمة، لا إمامكم منكم تكرمة الله لهذه الأمة.
ويؤكد ذلك أن الله جل وعلا قال: وإذ أخذ الله ميثاق نبينا لما أتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم إيش لا تؤمنون النبي، يبقى لابد من الاتباع. ولذلك لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم على عمر رضي الله عنه بيده صحيفة التوراة قال: أمتهوكون فيها يا ابن الخطاب؟ والذي نفسي بيده لو كان موسى حيا ما وسعه إلا أن يتبعني. مفهوم؟ يبقى إذن عيسى ينزل آخر الزمان تابعا لا مستقلا، وهو كان قبل رسول الله، فلا معارضة بين نزوله وبين قوله صلى الله عليه وسلم لا نبي بعد، ما في نبي بعد النبي صلى الله عليه وسلم، لأن عيسى إذا قلت عيسى قلنا هو نبي قبل النبي صلى الله عليه وسلم. أما قول عائشة فالتوجيه من توجيهين: التوجيه الأول هذا الحديث لا يصح، والكتب المعتمدة لم تروي هذا الحديث، هذا الحديث لم يصح. والثاني إذا قلنا بأنه صح فنوجهه بتوجيهين: التوجيه الأول قول عائشة لا يعارض قول النبي، يطرح لا حجة لأحد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. والقول الثاني أن معناه أنها قالت هو خاتم النبي الحق لكن سينزل نبي بعد، وهي لا تقول أن في نبوة بعد النبي، لا، لكنها كأنها تقول سينزل عيسى بعد النبي وهو الذي أخبرنا بذلك، ورسول الله هو الذي أخبرنا بذلك. فهذا نكون بذلك قد جمعنا بين الحديثين في مختلف الحديث في أحاديث العقائد. وأنا كما قلت بهتم بحديث العقائد حتى تنتهي منها ثم ندخل في أحاديث الفقه. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم ورزاكم الله عنه خير.